يا ربي ربي ان شاء الله يولي لمهمته هذيك اللي راهي محروقه، ولا والديه ولا اهل الناس ولا يحيوا فاميلته كاع هذيك. ظني هذا الشعب المغربي، حنا جزائريين رانا متواقفين معكم مع طفل خونا ريان، راه كي خونا صغير وماذا بينا ان شاء الله ربي ينجيه وما يصرالوش كيما عياش. ونقول للسلطات المغربيه ماذا بيك وقفي معاه وديري بوسي بتاعك باش تخرجوا ذاك الطفل ويرجع لميمته ويرجع لخاوته ان شاء الله. ضمن هنا معهم والحمد لله يا ربي. ايسونسيال الحاجه الاولى نبداو بها، احنا المراركي هذوما انا واحد منهم كشعبي تما، انا لو سمحت كشعبي تما انا المراركي نكرههم من عند ربي نكرههم، ومشي غير انا الشعب الجزائري كاع يكره المروك. بصح كي جات في قضيه رايان هدايا، مالغري رايان مروكي والمراركه ما قدروش عليه، بصح حنا الجزائريين رجال ومازلنا رجال ونقدروا عليه الطفل هدايا ونلحقوا ليه ونسلكوه، وان شاء الله يعاود يولي لوالديه ويولي لخاوته يولي لولاد حومته يولي كلش ان شاء الله. ان شاء الله ماذا بينا ان شاء الله. مهما يكون يعني كل الظروف على كل حال جات في طفل صغير، ويلزم اذا ما تضمناش معاه حنايا رغم كاش اللي راح يتضمنوا العرب كامل، كي فهمتني اختي؟ تسمى مهما يكون لازم حنا اللي نوقفوا معاه ونساو الامور اللي دخلت بين السياسه وبين البالو وكامل، تسمى مهما يكون طفل صغير. يعني مهما كان اخي كريم، حنا رانا عايشين في المغرب العربي، والمغرب العربي كاع رانا خوا عند رب العالمين، رانا نتحاسبوا عليه يوم القيامه، والامور السياسيه خليوها على بعض على جنب. بصح حنا الشعب الشعب الجزائري والشعب المغربي رانا خوا في الله، كما نقولوا الحاج هذا راه وليدنا ماشي راه وليدهم برك، حنا تاني رانا نسالوه فيه مرقري، وكان كما نقولوا حنا نقولوا ندعيوا رب العالمين ان شاء الله يولي يرد يردوه لماليه سالم وعافى ان شاء الله يا ربي. وكما نقولوا حنا ورانا متضامنين عليه كما نقولوا من اعماق القلب ان شاء الله، يا ربي ربي ان شاء الله يولي لمهمته هذيك اللي راهي محروقه، ولا والديه ولا اهل الناس ولا يحيوا فاميلته كاع هذيك، يعني كما نقولوا حاجه اللي حسينا بها باسكو راهي عقبت علينا من ديجا جات علينا عقبت علينا قبل، ونعرفوا قيمه الكبده ونعرفوا قيمه الروح تاع الانسان واش تسوى. وحنا الشعب الجزائري والشعب المغربي رانا خوا في الله ونبقاو خوا في الله الى يوم القيامه ان شاء الله. صح صرا له عندنا كيما هذا من قبل ما عياش، وحنا رانا شعب واحد ورانا مسلمين ورانا خوا، خلافات سياسيه تبقى الفوق، احنا ما عندنا ما دخلنا فيها، احنا كشعب جزائري وشعب مغربي رانا خوا، كالشعب التونسي الشعب موريتاني رانا كاع خوا، امور سياسيه تبقى للسياسيين، احنا ما عندنا ما دخلنا في السياسه. ونقول ظني هذا الشعب المغربي، احنا جزائريين رانا متواقفين معكم مع طفل خونا ريان، راه كي خونا صغير وماذا بينا ان شاء الله ربي ينجيه وما يصرالوش كيما عياش. ونقول للسلطات المغربيه ماذا بيك وقفي معاه وديري بوسي بتاعك باش تخرجوا ذاك الطفل ويرجع لميمته ويرجع لخاوته ان شاء الله. ان شاء الله عليكم باينه بلي نكونوا متضامنين في حاله كيما هذه، شغل المغرب كاع صار بيناتنا احنا والمروك، مي كي تكون قضيه انسانيه كيما هذه لازم نضامنوا، شغل كيما صرا مع الاخ عياش شفنا انت العرب كاع تضامنوا معاه، حنا ثاني لازم نضامنوا معاهم، وهذه قضيه انسانيه ماشي ندخلوا امور سياسيه ولا عفايس واحد اخرين. ديجا جاز علينا هذا لو كا كيما العياشي اذا تفاولوا تاع الصحراء مات ربي يرحمه، سينو بين طفل صغير رايان خونا كيما اي طفل صغير واحد اخر، ان شاء الله يسلك ونتمناو يخرج بخير صحة وعافية، ونتمناو ربي يصبر يماه. بالله القضية هذه قضية حساسة، قضية كبيرة كبيرة كبيرة، صدر فوق ما نتصوروا. احنا كشعب جزائري احنا منضمنين معاه، احنا منضمنين معاه، ونتمناو ان شاء الله يا رب العالمين كل العرب كل العرب ماهمش غير الجزائريين، لكن احنا عندنا خصلة طيبة، احنا لما العرب هكذا يتقاسوا رايان ولا غير رايان، احنا راح نوقفوا معاهم وراح ندعيو لرايان هذا ان شاء الله يا رب العالمين يخرج بخير وعلى خير، وراح الاهل تاعو راح يكونوا ان شاء الله يا رب العالمين قلبنا على قلبهم، وحنا لبعضنا بعض. الشعب المغربي راني نقول ونأكد الشعب المغربي حنا خوا وما تفرقنا عداوه، نقولوا برك للاهل تاعو والشعب المغربي انه يديروا يد مع الاهل ريان، وان شاء الله يا رب العالمين سالم غانم ان شاء الله يا رب العالمين، ومؤكد 100 200 مره انه الجزائر ان شاء الله راح تساندهم وراح توقف معاهم مع رايانا باش ناكد، وربي يجيب الخير ان شاء الله، ونبقاو دائما الشعب المغربي والشعب الجزائري خوا. واش نقول لك اختي الكريمه، القضيه والقصه تاع الطفل ريان ضرتنا بزاف، انا كشخص ضرتني بزاف وضرت الشعب الجزائري والعائلات، حتى اللي جوار تاعنا تاع الفريق الوطني راهم قاع متضامنين، يعني كلنا ضامننا معاه
والله واش نقول القضيه، يا ربي يا حنين يا كريم، ان شاء الله الطفل هذا يسلك ويولي لاهله. انا راني نتبع في القضيه على المباشر، راني ما نتبع فيها في الفيسبوك مع المباشر. يعني كنا تاثرنا، انا خاصه تاثرت كثيرا. انا تاثرت نكذب عليك؟ وعلاها خونا هذا مغربي ولا تونسي ولا جزائري ولا ليبي، يبقى طفل صغير، يبقى طفل صغير ومسكين الاهل تاعو راهم متشوقين باش يشوفوه، والسلطات المغربيه راهي قايمه بالواجب، والشعب المغربي راهو ليل ونهار، والجماعه السائقين تاع ليبوك راهم موقفين. وفكرنا في القصه والقضيه تاع خونا عياش ربي يرحمه. نعم صحيح. وان شاء الله يجينا خبر يفرحنا باللي الطفل هذا ان شاء الله سلك ولا الاهل، ويا ربي يا حنين يا كريم.